وحوي هي أهم وحوي وحوي هي أهم رحت يا تعبان هي أهم وحوي نظر جيت يا رمضان وحوي وحوي هل هلالك والبدر هبال شهر مبارك وبقاله زمان هل هلالك والبدر هبال شهر مبارك وبقاله زمان شهر مبارك وبقاله زمان محلى نهارك بالخير مليان وحوي يا وحوي هي رحت يا تعبان هي وحوي نضر جيت يا رمضان وحوي يا وحوي هي جيت بجمالك سقف يا عيال سقف يا عيال يلا مرفع محلى صيامك في صحة وعال في صحة وعال يلا مرفع جيت بجمالك سقف يا عيال سقف يا عيال يلا مرفع محلى صيامك في صحة وعال في صحة وعال محلى صيامك في صحة وعال نبني وصالك بالروح والمال وحوي يا وحوي يا حبايبي نسلم على محمد كده كل سنه وانت طيب يا محمد ازي حضرتك كل سنه الله يخليك وانت طيب سنه سعيده علينا وعليكم يا رب اللهم امين فلسطين اللهم امين تكون مليئه بالنجاح والتوفيق لنا جميعا يا رب يا رب محمد النهارده عامل لكم مفاجاه حلوه عشان الناس اللي جت ما لقتش الاطباق ام 10 جنيه قال لي يا تمر حنه النهارده اللي هيجي يقول لي بعد الفيديو انا طبع تمر حنه الطبق اللي كنت ببيعه ب 17.5 وب 25 وب 20 هنطلعه كله ب 10 جنيه بس اللي يشوف الفيديو يجي على طول لان محمد بيجي له يا حبايبي صفقات وحاجات مميزه ممكن تشوفيها النهارده ما تجيش تلاقيها بكره فبعد الفيديو على طول تيجي تاخدي بقى كل حاجه والعروض لمده 15 يوم بس المشكله ان الحاجه بتخلص بسرعه بسم الله ما شاء الله صفقات في بتخلص في ناس بتيجي تاخد كميات بس انت النهارده جايب لنا كميه حلوه من الاطباق ام 10 500 طبق يا 500 طبق بس الناس لازم تبقى الموضوع في ناس بتيجي تاخد كميات وفي ناس بتيجي تزعل مني انا اسف للناس لا 500 طبق يعني كل واحده ليها مثلا كم طبق يعني دست دست ليكي دستة يعني عايزه اقول لكم النهارده شويه اطباق ب 10 جنيه مش هتصدقوا ان دي ب 10 جنيه بس دستة يعني لو جانا 20 زبون خلصوا ما شاء الله يعني فيا حبايبي عايزه اقول لكم ان انتوا تشوفوا الفيديو تيجوا على طول عشان تيجوا تلاقوا كل طلباتكم مرحنا بتفاصلني بحس ان هي اللي هتشتري والله انا فعلا باجي افاصل محمد عشانكم مش عايزه اطول عليكم النهارده بجد هتتفاجئوا بحاجات حلوه قوي عند محمد ما تنسوش بقى تمر حنه باللايك والاشتراك وكملي معايا الفيديو للاخر محمد النهارده جايب لنا حاجات حلوه جدا وقطع مميزه معانا شغل فتحي محمود معانا شغل فرنساوي وتايواني معانا حاجات كتير جدا في الفيديو بصوا بقى يا حبايبي هنبدا كده بالاطباق الحلوه ام 10 جنيه الاطباق ام 10 جنيه طبعا ورينا بقى اشكالها بصوا كده بس اللي تيجي الشكل اللي تلاقيه تاخديه يعني ما تجيش مثلا تمسكي في شكل معين لان الاشكال بتخلص الاطباق شبه بعض لا بس النهارده معانا اشكال كتير عندنا كميات بصوا كده اشكال كبيره شايفه الشكل ده هيورينا في برضو السادة شغل الفنادق برضو نازل معانا بعشرة شغل الفنادق برضو نازل بعشرة جنيه معانا اللي هو الابيض السادة بصوا كده دي بقى تبقى حلوة قوي برضو تحطي عليها اي حاجة جميلة وينفع كمان تقدمي عليها فنجال شاي فنجال قهوة الله لا بصوا الاشكال عاملة ازاي بعشرة جنيه الشكل ده مفيش حاجة بعشرة جنيه جميلة بصوا عنده كده حاجات مميزة ومش كلها شبه بعضها مش كلها شبه بعضها يعني الاشكال اللي تيجي تلاقيها خديها بس الشكل ده بصراحه جميل برضو في منه بقى اشكال هتيجوا تلاقوا بصوا في اشكال مختلفه كتير بس ده مش تبع العرض ده مش تبع العرض موجود في العرض بولا ب 45 جنيه احنا مدخلينها في العرض ب 35 جنيه يعني مش تبع ابو 10 لا لا ده ب 35 جنيه برضو ده حاجه نظيفه ده مستورد ولا فتحي محمود فتحي محمود فتحي محمود بس ده حلو قوي بدل 45 تمام ومعانا برضو حاجات ب 10 تانيه هنشوفها المفاجاه النهارده تمام تحفه
جايبين لكم مقاسات البيتزا، ست مقاسات، ست مقاسات للبيتزا. اه بالختم بتاعهم زي ما حضراتكم شايفين بتاع فتحي محمود ده، كده كله شغل فتحي محمود. اه زي ما حضراتكم شايفين المقاسات كده اهو. اه من ما شاء اول الله. مقاس 15 سنتي لحد مقاس 34 سنتي. عندنا المقاس الكبير 15 سنتي، وعندنا اللي بعده 19 سنتي المقاس. تمام، حطهم لنا كده نشوف المقاسات. عندنا 21 سنتي ده اهو، وعندنا مقاس 25 سنتي اهو، تمام، و 28 سنتي اهو، و 34 سنتي. اقل اعلى مقاس فيهم في السعر 85 جنيه. 85 جنيه. المقاس ده 85. لا عايزين نعرف بقى بالتدريج ده بكام يا محمد؟ ده ب 30 جنيه. ده ب 30 اصغر مقاس، وده اصغر مقاس. اللي بعده 35. تمام. اللي بعده 50. تمام. اللي بعده 60. ده 75، ده 85. كده عشان تعرفوا كل حاجه بالاسعار. اه لا ما شاء الله كبير. بصوا ممكن حضرتك تستخدمي صينيه تقديم كمان. اه كمان حلو قوي. يعني مش شرط صينيه، ده بيخش الفرن، فرن وعلى عين البوتاجاز مباشر، يعني يستحمل اعلى درجه حراره معاك. درجه حراره كده كده. والاطباق اللي هي 10 جنيه دي مش للفرن، دي للتقديمات. تقديمات. تقديمات. لو ابيض بيخش الفرن، لو ابيض ساده اللي هو شغل الفنادق بتخش الفرن. بصوا ده بقى طبعا الطاجن التحفه ده. اه حلو قوي. وعاملين جايبين منه صفقه محترمه جدا، بس الكميه مش كبيره يا جماعه، كميه محدوده. حط لنا الغطا كده محمد. أوه. شبه التمريه كمان، واخد شكل التمريه، ينفعك بقى في تقديمات رمضان. 25 سنتي عشان الناس اللي بتتكلم في المقاسات برضو، احنا بنركز على 25 سنتي. 25 سنتي واخد الختم برضو بتاع فتحي محمود. تمام. ده سعره تحفه، عاملين عليه خصم بدل 225 175 جنيه بس. العملاء طمر حلو. 175. اه الكميه محدوده جدا يا جماعه. كميه محدوده. تمام. طبعا ومعانا برضو حاجات جديده اهي تحفه. اه كنتوا حضراتكم تطلبوا على طول تقوم طعم اللي هو ب 100 جنيه، اللي ب 100 وب 150 وكده. ابو 100 طبعا عندي دلوقتي منه الفرداني ده، عنده قطع دلوقتي، وهيجيب لكم برده الطقم الكامل. بصوا ده كده القطعه بدل 35 هناخدها ب 30 عرض للقناه. بصوا كبيره ازاي. ورينا الوانها بقى اللي عندك. في منها اللون ده، في منها اشكال، في منها اللون الازرق في الابيض. أوه. وفي منها اللون ده، وفي منها كمان ده الصغيره زي سعر الكبيره ب 30. لا الصغيره ب 25 جنيه. دي ب 25. في منها الوان دي برضو. في منها الوان، في منها الابيض، وفي منها الكل الازرق و... تمام. دي كده 25. جميله قوي، مميزه. حلوه قوي. طب والاطقم الجديده بقى اللي لسه نازله دي برضو كده قطع مميزه وما فيش منها كميه. بصوا كده تحس ان هي درج كده جميله، هي كلها بورسلين وعلى حامل برضو. في منه الدرج ب 150 والدور الواحد، والدورين ب 200 جنيه بس. ده كده الدور الواحد برضو، في ملحتين وفي ازازتين للزيت والخل، وخل. وهنا بقى شاي وسكر وقهوه ايا كان بقى حسب الاستخدام. جميله. اه الدورين. بص دي كده الدورين كبيره برضو، حلوه قوي. ده 250. اه وده 150. لا ده 200 بس. ده 200. اه وده 150. وده 150. لكم بونبونيره دي بكل اشكالها، دي كل اشكالها موجوده. كل اشكالها موجوده. بصوا جميله الفراوله دي. 75 جنيه، 50 جنيه بس العملاء طبعا. دي اكبر من ام 45 اللي كانت نازله قبل كده. حجمها كبير قوي. دي حجمها كبير، اكبر من ام 45. تمام. بصوا برده معانا الشيف البطوط الجميل ده، ومعاه بقى معالق توزيع من ورا خشب جميله. بكام بقى يا محمد؟ ده بدل 125 75 جنيه بس. 75؟ 75. بصوا حبايبي معاه مضرب، معاه كام قطعه؟ معاه ست قطع. خمسه؟ خمس قطع. وهو الساتت، حلو قوي الشكل ده. ودي برده جميله جدا، 75 بدل 125. الشغل ده كله مستورد. كله مستورد. كله مستورد يا حبايبي. ومعانا الاطقم دي، ده قلت لي ب 150. اه وده ب 200 جنيه بس. وده ب 200 بدل 250. ده كده نظام، بصوا نظام درج كده، تحطي بقى فيه التوابل، الشاي والسكر، النعناع، زي ما انت عايزه. اه جميل. بالذات على قطعه العشاء كده، بمناسبه عيد الام. كل سنه وحضراتكم طيبين، وبمناسبه رمضان. تمام. معانا بقى النهارده العرض الثاني، ده كده العرض الثاني، طقم ميكس بقى يا محمد. عاملين لهم طقم ميكس. اه اسمه ناجويا. سته، بيبقى سته من الطبق الكبير ده. تمام. وسته من ده. اه وسته من طبق الغويط، وسته من بولت الشوربه. كله حراري، فرن ونار وميكروويف وغساله اطباق. كل ده كده حراري. اه تمام. عاملين لكم عرض عليه تحفه، في منه كل الالوان زي ما حضراتكم شايفين. الطقم مكون من كام قطعه؟ وريني الطقم برده، الكشمير حلو قوي. اه اشكالهم تحفه زي ما حضراتكم 24 قطعه. بدل 1350 جنيه 1170 جنيه بس. 1170. 24 قطعه. 24 قطعه. بصوا فرز اول. اه فرن ونار ميكروويف، شايفين شكل الطبق عامل ازاي، والوان حلوه قوي، تحفه فعلا. في منه اكتر من لون، خمس ست الوان. ست الوان اهو. والكشمير منه، معلش وريهولنا تاني يا محمد. جميل. بصوا كده بقى، لو خدتي طقم زي ده 24 قطعه، معاكي بقى للشوربه والرز والخضار، جميل جدا بصراحه.
حلوه قوي، كل الوانه حلوه. نار ميكروويف اي حاجه، اي حاجه، اي حاجه يستحمل أي حاجة اعلى درجه حراره. اعلى درجه حراره انت عايز 1100 وكام؟ 1170 بدل 1350 جنيه بس، 24 قطعه لمده 15 يوم كل العروض. تمام، من بعد الفيديو ان شاء الله. بص بقى محمد عامل لنا مفاجاه حلوه قوي على الطقمه الشيك دي، اشكالهم كلهم زي الله ما شاء الله. بصوا شكل الطبق الاول عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله الطبق حلو قوي محمد. وكمان بيدخل الفرن، ده كده بيدخل الفرن يعني بيستحمل اعلى درجه حراره معاكي. في بقى للرز والخضار والتقديمات كده. الطقم ده 30 قطعه يا محمد؟ طقم 30 قطعه. الطقم ده 30 قطعه غير اللي احنا شفناه قبل كده كان 24. لا ده 30 وسعره مفاجاه. بص بقى الاشكال الحلوه دي، الله. ولا والالوان كمان شيك قوي، الالوان بتاعته تحفه. ده بقى تجيبيه كده في المطبخ لو انت مثلا عروسه او ست بيت وعايزه بقى تجددي كده بطقم حلو ويبقى عملي معاكي. هيدخل بقى ميكروويف، فرن، غساله اطباق، اي حاجه هتشغل. وبينفع في الهدايا ومفيش يا جماعه يعني يعتبر كده انت واخده بهاريس الطقم. احنا بهاريس بتاع الطقم بنساعدك فعلا ان انت تاخدي بص كده الجمال ده 1750 ولا 1200 ولا 1000. حلو قوي وسعره تحفه وبتستخدميه كل الاستخدامات. بصوا الجمال ده كده، بصوا شكله عامل ازاي، شكل الطبق عامل ازاي. لا خطير، بصوا الجمال ده كده. لا حلو قوي. الطقم ده بقى 30 قطعه بكام يا محمد؟ 30 قطعه 1750 جنيه بس. 1750 بس. الحقوا يا حبايبي عشان الكميه محدوده. بدل 2000 جنيه. حلو قوي بدل 2000 جنيه فعلا. تمام، هو عامل لكم عليه عرض حلو. بصوا اشكال بقى حلوه قوي بصراحه. تمر حنا بتفاصلني، بحس ان هي اللي هتشتري. والله انا فعلا باجي افاصل محمد عشانكم. ربنا يبارك لك يا محمد. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك. تعالوا يا حبايبي بجد الطقم حلو قوي لو عروسه او اي ست بيت، بجد حلو جدا. 1750 30 قطعه. معانا برضو حبايبي الطقم اللي هو ب 850 يا محمد. اللي كنا منزلينه السنه اللي فاتت وقلنا لاخر السنه، بس الحمد لله بقى كميه محدوده. بصوا خلاص يعني قرب خلاص في التشطيب. لو عايزه طقم قلنا اللون الكحلي والزيتي. تمام، والزيتي اهو. يبقى طقم 24 قطعه كامل، والابيض هو عارضينه فوق الاسود اهو. في منه الاسود المطفي وفي منه الاسود اللامع. تمام، في منه كميه محدوده قوي 850 جنيه بس. 850 هو كان لحد راس السنه، بس عشان خلاص بقى فاضل كام طقم كده. لو عايزه برضو بيدخل الميكروويف والفرن وكله. الحمد لله. معانا برضو حاجات حلوه قوي عليها عروض ال 10 جنيه بدل 10 ونص يا محمد كانت المره اللي فاتت. بصوا كده عامل لنا عروض حلوه برضو لمده حتى نفذ الكميه يعني لمده 15 يوم. دي لسه نازله جديده برضو. جميله دي حلوه. ب 10 جنيه مش ب 10 ونص. بصوا دي شكلها برضو كده كده. بصي احنا عملناها ب 10 جنيه، محدش بيعملها. عملها لكم ب 10 بدل النص جنيه، محدش بيبقى معاه نص جنيه خلاص. بصوا كده دي ب 10 جنيه بس، ده شكل جديد. شكل جديد، ده شكل جديد. في كمان برده معانا المصباح الحلو ده ب 15 ولا زي ما هو ب 15 جنيه حبايبي زي ما هو. في برده منه كميه محدوده حلوه قوي. كمان البولات كنت بتسالوا عليها بقى. البولات دي برده جات لكم، ده شغل الفنادق. بصوا جاب لكم برده كميه حلوه ب 20 جنيه. البوله دي كانت ب 25 عاملينها ب 20 جنيه. 20 جنيه برده حلوه قوي، تنفع للرز بلبن وحلويات بقى في رمضان. كنا عاملينها ب 30 ب 27 ونص بس. 27 ونص المفروض الناس بتزود، احنا بننقص. هو ساعات يعني بينقص لكم بصراحه في كل فيديو. برده دي حلوه قوي بدل 40 جنيه 35 جنيه بس. كل ده شغل فرن ميكروويف غساله اطباق. البوله دي بدل 40 جنيه 35 جنيه بس، تنفع طاجن فرد واحد. حلوه قوي البولات دي، تنفع طاجن فرد واحد. تحفه لا الحاجات اللي عند محمد حلوه. دي بكام يا محمد؟ دي 25 جنيه بس. دي 25 برده حلو، عنده تشكيله حلوه قوي. كل حاجه عند محمد تدخليها الفرن ما تقلقيش. في برده اشكال جديده من البولات لسه جايين لنا. دي جميله كنتوا بتطلبوها برده ولسه جايه حلوه قوي، بتخلص بسرعه. الفرد الواحد دي 30 جنيه، دي 35 جنيه بس. ده شغل فنادق برده. وبيخش الفرن، فرن وميكروويف. اسعارهم تحفه، اسعارهم حلوه، حاجات مميزه. مج الكابتشينو، الناس اللي بتسال على مج الكابتشينو. ده برده مج الكابتشينو، وفي مج الشاي منه جميل. عاملين لكم بكام بقى يا محمد؟ ده بدل 35 30 جنيه بس. بصوا كبير وينفع للشوربه. ينفع للشوربه، وده ب 25 جنيه بس. ده ب 25. جبنا لكم بقى البيشه العربي. البيشه العربي الناس اللي كانت بتسال. بصوا الحاجات دي مش زي اللي بتتباع في الاسواق فيها دفوهات، دي ما فيهاش كسر. محمد ما عندوش فرز تاني ولا حاجات فيها كسر. الحاجه اللي عندها فيها كسر بيرميها، الحاجه اللي عنده فيها كسر بيرميها. لا بيعمل لها مرتجعات للمصنع. بيرجعها. بكام دي بقى؟ البيشه ب 17 جنيه ونص بس، الدسته ب 210. دي ب 17 ونص. بصوا ما فيهاش كسر ولا دفوهات ولا اي حاجه. القهوه اهو جميل.
محمد ما عندوش فرز تاني، عنده بورسلين فرز اول. ده بكم يا محمد؟ ده اي فنجان قهوه عندي ب 20 جنيه، واي فنجان شاي ب 25 جنيه. تمام، حلو قوي. ممكن بقى تعملي طقم كده شغل فنادق زي ما انت عايزه تشكلي بقى. والمجات دي عامله كام؟ المجات عندي، المجات دي لسه جايه. اه المجات الكبيره دي بصوا كده شكلها حلو، 25 جنيه بس. شايفين في حجمه قد ايه؟ ب 25 جنيه ما شاء الله. لا واشكال مختلفة، اشكال مختلفة، في منه الملون كمان، في منه الملون. ده زي اللي هو الطقم. زي الطقم، في ناس بتاخد 6 مع الطقم فعلا. في ناس بتاخد 6 مع الطقم. في منه اللامع، في منه اللبني، الوانه جميلة برضه. لا وده حلو اللي من غير ايد. ده كوباية ماليزي اهي، كوباية ماليزي. تمام، 25 جنيه بس، حرارية 25 جنيه. حلوة قوي، عالية قوي تستحملها. لا حلوة جدا، شكلها مختلف. لا في منها البنك كمان. وريني كده اللون التاني. اللون التاني اهو، في منها الوان، في منها البنك كمان، في منها 3 ألوان، في منها 3 ألوان، ودرجة حرارة عالية. بكم؟ ب 25 جنيه ب 25. تمام. وفي برضو المج الليبتون ده بكام؟ 15 جنيه بس. 15؟ بس ده ب 15، كنا منزلينه قبل كده ب 20. في كمان المج ده الجامبو. ده حلو قوي، ده برضو الجامبو الكبير بتاع فتحي محمود. ده برضو جميل، ده جديد يا محمد. لسه كده المج ده جديد. لا وما شاء الله تقيل قوي، ينفع تاخديه للشوربه. الاشكال عامله ازاي؟ اشكال روعه. كام ده بقى؟ بدل 40 جنيه 35 جنيه لو ملاها طويله. 35. بصوا حجمه، حجمه حلو، اشكاله كلها جديده واحجامه مختلفه. في ناس بتحب احجام مج كبير، في ناس بتحب احجام مج صغير، زي ما انت عايز. موجوده كل حاجه. طب والملاحات دي يا محمد؟ جريلات. الملاحات دي الاول معانا بكام؟ الملاحات دي ب 15 جنيه بس. 15. بصوا دي كنا منزلينها ب 20، نازله ب 15 بقى بكل اشكالها. اي اشكال جديده دي اللي بتبقى في الاطقم اللي هي الصيني الغاليه. الناس اللي بتحب. وريني بقى الجريل ده اللي انت قلت لي عليه. شايفين حجم الطاجن قد ايه؟ في منه الكبير اهو، وفي منه الصغير بتاعه. بكام بقى؟ الكبير الصغير ده 175 جنيه. وريني. بصوا 175 جنيه. ما شاء الله تقيل. وكمان ينفع تحطيه على البوتاجاز مباشر، لان الظهر بتاعه خشن من ورا. والكبير بكام ما قلتش؟ في ناس بتحب كمان الطاجن ده. الكبير بكام يا محمد؟ 300 جنيه بس. 300 جنيه الكبير. في ناس بتحب الطاجن ده، شايفين؟ ده كده الطقم اللي كنت قلت لي خلص ولسه جاي. لسه جاي دلوقتي. نفس السعر. حضرتك شايفين احجامه ايه؟ بكام بقى الطقم الثلاثة؟ 750 جنيه بس. 3 ب 750. الطقم ده حلو قوي. الوان مختلفة، فيه اسود وفيه اصفر. الوان كتير. تمام. والبوله الكبيره دي، دي بوله اسمها بوله سلطه، بتطلع فنادق ومطاعم. بصوا كده وريني شكلها من هنا اهي. كلها ساده. 150 جنيه بس. 150. لا حلوه. الطاجن ده طبعا قلنا اهو. كل الوانه جميل. الطاجن ده كل الناس جت خدت منه في العرض اللي كنا عاملينه قبل كده. ما زلنا عاملينه زي ما هو ب 135 جنيه. 135. تمام. حاجه موجوده ما بنزودهاش. والجريل ده، الجريل ب 65 جنيه بس. الجريل ده ب 65 قمر قوي، حط على عين البوتاجاز. بصوا مباشر، يعني تقدري بقى تعملي عليه اي حاجه زي ما انت حابه. وفي كمان عندك المقلايه بتاعت البيت دي حلوه قوي، في منها الصغير صغيره اهي، وفي منها الكبير. بصوا مقلايه البيت دي جميله. الصغيره دي ب 65 والكبيره ب 135 او الريال بجنيه. تمام. معانا بقى تشكيله اطباق حلوه جدا اهي. ده جميل ده. طبعا مفيش طبق النهارده ب 25 جنيه في مصر كلها. لا حلو قوي، ينفع للرز والخضار. تمام. عندنا الطبق ده 21 سم، طبق 21 سم ابيض غويط، يمشي رز ويمشي خضار ويمشي كل حاجه. جميل. معمول عليه عرض بدل 35 جنيه 30 جنيه بس. 30. تمام. عندنا الطبق ده اهو، شكل جديد ده اهو، 35 جنيه فتحي محمود. عندنا منه اكتر من نقشه، 35 اكتر من شكله. تمام. طبعا تجمعات لطقم البيضة. في ناس زي ما دايما بنقول الابيض ما بيقدمش، معظم البنات دلوقتي بتجمع طقم بيضة. اقصى طقم ابيض عندي بيتكلف 1250 جنيه اقصى طقم. مش هيبقى اغلى من كده. والاطقم الالوان مربع او الوان، والاطقم الالوان في ب 850 قلت لي، في ب 850 بس. برضه الكميه محدوده ب 850. ده جميل ده برضه. طبعا ده تحفه ب 65 جنيه. ده ب 65 زي دول برضه. حلو قوي. ده كسر اطقم زي ما حضراتكم شايفين كده. ده كسر اطقم الغاليه. في منه اكتر من شكل، 65 جنيه بس. اشكاله جميله والوانه حلوه. ده برضه شكله جديد. ده ب 40 جنيه بس. حلو قوي. ده ب 40؟ جميل، ب 40 جنيه. وده يا محمد؟ طبعا اطباق الجاتو كلها زي ما حضراتكم شايفين بكل مقاساتها، بتبدا من 30 جنيه لحد 55 جنيه. عندي حاجه 55 كده زي ما قلنا، ده كسر طقم ده اللي شفناه المره اللي فاتت. في ناس كتير قوي جمعت منه طقم. ناس كتير خدت منه. طب واللي هو اللي عليه ورد ده؟ اللي عليه ورد ده برده تحفه، كسر طقم صيني برده. زي ما حضراتكم شايفين، شايفين شكل الطقم جميل. 45 جنيه بس. 45 زي اللي هو ب 65 و زي ب 65. اسمه روزنهاي.
حلو قوي. وده يا محمد بكام؟ ده قارب سلطه ب 35 جنيه بس. ده ب 35 قارب سلطه برضه فرز اول هتلاقيه مختوم زي ما حضرتك. كل حاجه جنيه. عندك فرز اول؟ كل حاجه فرز اول واخده اه حاجات حلوه قوي بصراحه. تمام. وده بكام يا محمد؟ ده الطبق حلو قوي، طبق السادة ده جاتوهات وسلطات وكل حاجه ينفع في اي حاجه. السادة اه ب 22.5 وعندي منه المستورد المنقوش وده المصري. ده المستورد وده المصري الاثنين ب 22.5. ده ب 22.5 وده ب 22.5 حلو قوي برده. في ناس بتحب السادة وفي ناس بتحب المنقوش. ابوك عنده تشكيله حلوه. ده عامل كام بقى؟ ده 35 جنيه برده. ده 35 في برضو معانا السكريه دي لسه نازله جديده يا محمد عندكم؟ اه سكريه جميله جدا حلوه قوي ماده كتير قوي. شغل فتحي محمود برضو؟ اه شغل فتحي محمود جميله. عامله كام بقى؟ 35 جنيه بس واستخداماتها كتير يعني. ممكن كمان من السكريه دي سعرها حلو قوي 15 جنيه. الله بصوا حجمها قد ايه الملاحه دي؟ لا حجمها ما شاء الله كبيره 15 جنيه. ده حجمها كبير غير اللي احنا شفناها قبل كده. اه اللي انت شفتوها دي بتشيل كميه كبيره قوي. اه لا حلوه قوي برضو الطبق دي حلوة قوي تنفعك بقى في تقديمات رمضان جميلة. بكام بقى يا محمد؟ سرافيس دي اسعارهم تحف. سرافيس اه شايفة ده؟ ده؟ اللهم صل على النبي. اه على دول بقى السليم. حاجات كميات محدودة. ودي كسر قطقم صيني شايفين؟ شايفين الخيط؟ كسر قطقم الصيني الغالية. دي قطقم صيني مكسورة. الطبق ده فرز اول مفهوش كسر مفهوش ولا اي حاجة. جميل. شايفين ده في ناس بتحطه على حامل كده زي ما حضراتكم شايفين كده انتيكا بس. بكام ده بقى؟ ده ب 65 جنيه بس. حلو قوي. طب ده الكبير ده؟ الكبير ده 175. 175 اه ده 36 سم. انت شايفه شكل كبير؟ شايفه حجمه كبير. بصوا حجمه كبير ما شاء الله. اه لا حجمه كبير ومستورد. لا مصري فتحي محمود. فتحي محمود بس فرز اول شغل قطقم. كاس شكله قطقم. جميل شغل تصدير ده. تمام. الشبل الازرق ده ده 36 سم عاملين عليه العرض زي ما هو 75 جنيه بس. 75 الكبير خالص. عنده برضو هنا اطباق حلوه قوي. لو عايزه تاخدي طبق بالقطعه كده ده بكام يا محمد؟ ده ب 47 جنيه ونص بس. 47 جنيه ونص. اه في منه خمس الوان. في منه خمس الوان. خمس او ست الوان. عندنا ثلاث ديزاينات. ده اه حلو قوي. ده حاجه اسمها كانزاي. دي حاجه اسمها ناجويا. ده اسمه جورميه. ده حاجه اسمها ناجويا. كل واحد عندي في منه خمس او ست الوان زي ما حضرتك شايفه كده. حلو قوي. لبني وموف ومنت جرين واورنج وجنزاري. تمام. الوان مختلفه. في ناس بتحب تجميع لطقم البيضه. اه برده الطقم الابيض ده لو عايزه تجمعي في برده الاشكال الحلوه دي. الحاجات دي كلها كسر قطن زي ما حضرتك شايفين اهو. وفي كمان شغل تصدير زي ده طبق تصدير فرنسا. ده شغل تصدير فرنسا مش مصر. وزي ما قلنا قبل كده ان هو بيمشي عليه اي طبق. بصوا اي طبق. في ناس كتيره جدا جمعوا تطقم عليه زي ما حضرتك شايفين. في ناس كتير جت خدت التجميع ده بكل مقاساته. في ناس بتجمع لطقم السوداء موجوده بكل مقاسات واشكالها زي ما حضراتكم شايفين اهو. طبعا الاسود برده حلو قوي. ده برده كل التشكيله دي اهي موجوده بالوانها. حاجات حلوه بصراحه. والطواجن دي بكام يا محمد؟ عندنا الطاجن ده طاجن تركي مش مصري. في منه اربع او خمس نقشات زي ما حضرتك شايفه اهو. طاجن 25 سنتي ب 125 جنيه بس. ده اللي هو بيتحط على النار مباشر. نار مباشر. تمام. عندنا بقى المفاجأة البولة دي. شايفين البولة دي اهي؟ 155 جنيه. 155 عندي بتاعتها الأبيض منها شايفين هي نفس البولة بالظبط. هي نفسها. البيضة بتاعتها عندي جاتني منها صفقة محترمة جدا ب 110 بس. حلوة قوي. فرن ونار وميكروويف وغسالة أطباق وكل حاجة. كل حاجة عند محمد على النار على طول. في منها الألوان دي زي ما حضراتكم شايفين. في منها الابيض والاورنج والسيمون واللبن. كل الالوان. ودي تشكيله المجات كلها. دي تشكيله المجات كلها زي ما حضراتكم شايفين. البولات طبعا اللي نزلناها قبل كده. دي البولات دي برضو عنده بالطقم بقى لو عايزه تاخدي سته كده هديه. حلوه قوي برضو عشان اعياد عيد الام. جميل الطقم ده. في كل الوانه. في كل الوان. لا شكلها شيك قوي. حلوه جدا. ده. في منها الساده كمان. عجبت ناس كتير. جميله. ناس كتير قوي الحمد لله. ان شاء الله. قطقم المجات طبعا. بكام الطقم يا محمد؟ 275 زي ما هو. احنا ما بنزودش. 275 طالما المنتج عندنا ما دام الحاجه لسه موجوده ما بيزودش. لو الصفقه خلصت وجاب جديد واسعارها بتغلى فبيزود. يعني في حاجات بتزيد وحاجات لا. اشكال المجات حضراتكم شايفين كده. برده حلوه قوي المجات. لا دي اشكال جديده غير اللي شفناها المره اللي فاتت. بصوا الجمال ده كده. حلوه قوي. اشكال جديده جدا. والطقم فيه السته مختلفين مش نفس الشكل. شايفين دول؟ بصوا دي الوان. جميله والالوان جديده. وزي ما قلنا برده في العرض دي بقى ورينا اشكالها كده. بدل 275 240 جنيه بس برده. 240 ممكن برده طقم زي ده كده حلو قوي لو عروسه. جميل بصراحه. بصوا من شكل المجه عامل ازاي. لا ورينا بقى الاشكال الجديده دي. اشكال حلوه كلها.
كلها الوان جميله مختلفه. يا ربي حبايبي يكون النهارده الفيديو عجبكم وتكونوا اتبسطتوا منه. احنا النهارده كنا بنصور في محل جوهر في سنتر درب سعاده. سنتر درب سعاده بصور لكم فيه على طول يا حبايبي. المحل قدام الصينيه الاكليريك دي كده اهو، وهنا السنتر اللي احنا بنصور فيه طبعا معروف. لو جايه من اي مكان اركبي سوزوكي من ميدان العتبه وانزلي امام شارع درب سعاده، او انزلي عند مول الازهر، هتمشي خطوتين وهتيجي من هنا من عند مول الازهر، او هتيجي من هنا من عند شارع درب سعاده من محل كراسي عرفه. ده كده كل الشغل اللي احنا شفناه النهارده. الحقي بقى العروض والقطع المميزه اللي انت شفتيها دي عشان بتخلص بسرعه من عند محمد، والعروض لمدة 15 يوم. ما تنسوش بقى تمرحينا باللايك والاشتراك، وطبعا مستنية رأيكم. هسيب لكم رقم التليفون بتاع محمد في أول تعليق مثبت، في شحن وتوصيل لأي مكان. تمام يا محمد؟ اه في شحن وتوصيل لأي مكان في مصر. هسيب لكم رقم محمد يا حبايبي، وما تنسوش تمرحينا باللايك والاشتراك، وطبعا مستنية رأيكم. والحقوا الحاجات الحلوة دي. شكرا يا محمد، تعبناك معانا. حضراتكم طيبين وانت طيب، وان شاء الله تكون سنة خير علينا جميعا. يا رب سنة سعيدة علينا كلنا. ربنا يوفقنا جميعا يا رب. ربنا يخليك يا محمد، شكرا، مع السلامة يا حبيبي.